السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام، إن شاء الله تكونون جميعا بخير. اليوم هو يوم الثلاثاء 2 مارس 2021. الخلية هذه كنا أضفنا لها هذا الإطار يوم 26 فيفري 2021 مع بعض. الإطار هذا كان إطار مبني، شمع ممطوط وفارغ، ما فيه ولا حاجة، ما فيه غذاء، عفوا ما فيه حبوب لقاح، ما فيه عسل، ما فيه حضانة، ما فيه ولا حاجة. اليوم إن شاء الله تعالى راح نتفقدوا الخلية مع بعض، نشوفوا بعد مرور كم من يوم، 26 27 28 1 2، بعد مرور 5 أيام نشوفوا النتيجة مع بعض. يلا بسم الله. طبعا الخلية هذه كنا أعطينا لها إطار من العسل، وتتذكرون هذا هو الإطار اللي أعطينا لها، إطار العسل. خلونا نشوف، على كل حال شوفوا الإطار اللي ضفناه أين وصلنا معه. ممتاز ممتاز. شوفوا أول حاجة، لاحظوا هنا، خلوني نحط الإطار هكذا، أسندها على رجلي وكذا على ركبتي. ممتاز. شوف في هذه المنطقة هاوينا حبوب اللقاح، النحل بدأ يجمع حبوب اللقاح ويخزنها. أيضا هنا أعلى حبوب اللقاح يوجد الرحيق، وهنا في الوسط كما نشاهد لاحظوا يوجد البيض هاوينا. أعتقد أنه واضح. أيوة شوفوا، يعني كل المنطقة هذه كلها أصبحت بيض. خلونا نشوفوا الجهة الموالية. نفس الشيء أيضا، شوفوا الجهة الموالية. كلها يعني الإطار كله هذا ما شاء الله أصبح عبارة عن حضانة. طبعا راه بيض، ما زلنا في قش. خلونا نرجع الإطار مكانه. أيوه. طبعا بما أن النحل تاعنا أو الملكة راحت للإطار ووضعت فيه البيض، فهذا يعني أنه ما فيه بيوت ملكية، ما فيه شعور باليتم، ما فيه ولا حاجة. الطريقة هذه ناجحة وصالحة. ولو تتذكرون وضعته بين حضانتين، هذا الإطار حضانة وهذا حضانة، هاي من الحضانة. وهكذا بالطريقة هذه نستمر في إضافة الإطارات. قلت لكم الآن سوف ننتظر حتى تفقس هذه، يفقس البيض هنا ويصبح هذا الإطار حضانة مغلوقة. بعدها تستطيع إضافة الإطار الثاني وتواصل الطريقة هذه، الإطار الثاني ثم الثالث ثم الرابع، حتى تكتمل الخلية تاعك كلها وتصبح على 10. والجميل في الطريقة هذه أن الإطارات سوف تفقس تباعا، يعني هذا الذي أضفته سوف يفقس مثلا اليوم، الإطار الثاني سيفقس بعده بأسبوع، لأنك أنت أضفت الإطار الثاني بعد أصبحت الحضانة مغلقة، يعني بعد 7 أيام، ثم الإطار الثالث بعد 7 أيام، يعني كل أسبوع أو أسبوعا في إثر أسبوع أو أسبوع بعد أسبوع الخلية تاعك راح تزيد زخم النحل فيها وكمية النحل فيها إلى أن تصبح مكتظة. وسوف تتفاجأ في صبيحة يوم من الأيام بأن خليتك بحاجة إما إلى التقسيم أو بحاجة إلى إضافة العسيلة.
المهم إن شاء الله تكون الفكرة وصلتكم والشرح يكون واضح، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.